احنا خلاص الميكروب عايش، الفيروس عايش معانا بقى متوطن، صديقنا، صديق البيئه. طب عالج الناس دي. لا انا يا عم روى يا عم، الناس بتموت كده كده، بتموت من جوع وبتموت من قرف وبتموت من نكد، والدكاتره بيقعوا ومفيش عزل ومفيش علاج، ويطلع الراجل بتاع وزاره الصحه اللي هو شكله كده يعني، هو شكله كانه هو رئيس اللجنه بتاعت الفيروسات ولا مش عارف ايه، بيقول لك اطباؤنا الاقوى في العالم وعلاج كورونا سيخرج من مصر. يا الهي، العلاج اللي هيخرج من مصر ولا الفيروس اللي هيخرج من مصر زي ما قال جمال شعبان، ولا مصر اللي هتخرج من مصر، ولا الشعب اللي هيخرج من مصر؟ رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا، الراجل ده لما بشوفه بتجنن، ده مش عارف هو بيتكلم في ايه. ايوه اطباءنا الاقوى ازاي يعني؟ عندهم عضلات؟ ايه الكلام العلمي العظيم ده؟ بيشيلوا حديد؟ عندهم البنشات كويسه؟ الترايسبس والبايسبس تمام؟ الناس بتقع يا حماده، اسمك ايه النهارده؟ بتقع، بتموت، المستشفيات بتتقفل، بتتقفل لان فيها يعني فيها الفيروس منتشر الاقوى في العالم، والدواء هيخرج من مصر. ده انت غلبت سيد المليجي بتاع نقابه العلميين لما قال نفس الكلام. طب لما يخرج، ما يخرج بخير، هنطلعه ازاي يعني؟ هنقول له جلا مثلا؟ يعني احنا احسن من المعامل العالميه بتاعت سانوفي وغيرها حول العالم؟ عندنا احنا بحث علمي محترم يعني؟ ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ ده احنا بالكاد بندخل الناس اللي ساقطه في الكليات العسكريه، بندخلها طب عسكري وهندسه عسكريه. يوم 20 فبراير اللي فات وافقت لجنه الدفاع والامن القومي في اجتماع على السماح للطلبه المفصولين اصلا الفشله في الكليه الفنيه العسكريه الذي رسب في اجتياز الهندسه والحربيه في الفنيه العسكريه وكليه الطب ان هم يستكملوا دراساتهم في الكليات المصريه. يبقى طالع من جيش، من كليات الجيش اللي بتاخد معدلات اقل من معدلات اللي بره، مع احترامنا وتقديرنا للناس طبعا كلها، وبعدين يقول له انت ساقط عندنا روح كمل بره. ايوه انت هتبقى كويس اصلك عسكري، ده اللي بيخرج من الجيش يساوي 10 اطباء من هناك. ايه ده؟ ايه الحقد على الناس المدنيين ده؟ ايه الطريقه المعفنه دي؟ لا مؤاخذه، ايه العفش ده؟ ايه مين يقول كده؟ فين التعليم؟ واحد ساقط في العسكريه تقوم تدخله بالغصب كليه مدنيه وتقول له روح امتحن في عين شمس مثلا؟ ولا ده اللي بيخش عين شمس ده بيبقى جايب 100% وبيدخلوه بالعافيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ الله، ايوه احنا هنركب الكليات دي، هنركب اقتصاد وسياسه واقتصاد، وهنركب الاعلام، وهنركب الطب والهندسه، وهنبقى كله احنا. مش هتقعدوا تعايرونا وتقولوا ان انتوا جايبين التسعينات، احنا بقى نخلي الضباط يخشوا عندكم. وزي ما الضباط بتوع الامن دخلوا القضاء والنيابه، وضباط الجيش دخلوا القضاء والنيابه، وكده هندخل بقى البقيه اللي عندنا. السرد لا مؤاخذه، الفضلات هندخلها عندكم، وخليهم دكاتره ومهندسين، وهنوريكم دي دوله بقى. بتكلمنا على دوله؟ بتكلمنا على علم ومعرفه؟ بيقول لك الدكاتره عندنا اقوى ناس في العالم، والعلاج هيخرج من عندنا؟ ده احنا بنطرش دم.